الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، ربنا يحفظك يا رب. وحشتونا يا إخواني، وحشتونا، أهلا وسهلا. طب بصوا لي كده ليه؟ ده ديكور يا جماعة، ده حاجات كده ذنوب. هنعمل إيه في ذنوبنا بس؟ هنخلص من ذنوبنا إزاي؟ ربنا يتوب علينا يا رب. اللهم آمين. ضحية من ضحايا الدوري بتاع الورش، الله يغفر لهم بتوع الورش وبتوع الدوري وتوبة إن شاء الله. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. يعني إخواني وأحبابي في الله، يعني عن ماذا سنتحدث الليلة؟ عايزين نركز بقى إخواني، لأن احنا نتكلم عن موضوع يعني سبحان الله العظيم. أنا كلمتكم عن الشاب اللي أنا زرته في المستشفى الأسبوع اللي فات، وكان 96% حرق في جسمه. سبحان الله، كان كل حتة في جسمه بتنتفض. وبعد ما خرجت يعني لقيت ان الاطباء بيقولوا ان هو ساعات ويموت. هو مش ساعات ومات، يعني قالوا ان هو في الاحتضار. هو مات تاني يوم قبل صلاة الجمعة بحوالي ساعة، يعني مات بعد حوالي قد ايه كده، يعني حوالي يوم الا كده. يعني انسان ممكن يقعد يحتضر يوم؟ انسان كنا في المستشفى الجامعة بنزور المرضى، ولقينا واحدة في قسم العزل قاعدة تصرخ، والناس بيقولك دي بتحتضر. واحد من اخواننا حاول ان هو يلقنها شهادتين فلم تدري به اصلا. الواحد هو بيبص لها كده، هي دي معانا ولا مش معانا؟ هي بتصرخ ليه؟ هي بتصرخ لانها بتتالم، ولا هي مش داريه بينا اصلا، ولا بتصرخ من حاجه تانية نفسيه، ولا هي شايفه حاجه، ولا هي مش معانا في الدنيا، ولا ايه اللي ورا المشهد ده؟ المشهد ده جواه ايه؟ المشهد ده وراء احداث شكلها ايه؟ المشكله اخواننا مش قضيه ان انت قلبك بيصعب عليه الانسان اللي نام في الموضوع ده، المشكله ان انت هتنام النومه دي. المشكله ان فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها. المشكله ان انت مدين بنفس النومه. المشكله ان انت هتنام نفس النومه ديت. والاحتضار، الواحد راى احتضار بيقعد ايام. يعني احد اخواننا وكنا بنزوره يعني قعد يومين او ثلاثه يحتضر حتى مات. وفي احتضار لحظات رايناها باعيننا، وفي احتضار ساعات. يعني الواحد لا ينسى مشاهد الموت اللي شافها في حياته، مريضة في المستشفى وانت قاعد مثلا طول الليل مثلا تروح وتيجي عليها وهي في الاحتضار وانت قاعد تنظر. يعني ايه اللي ورا المشهد ده؟ ايه اللي جوه المشهد ده؟ ايه اللي بيحصل؟ ده حاسس البني ادم ده بايه؟ ده شايف ايه ولا مش شايف حاجة؟ حاسس بايه ولا ما هوش داري بحاجة؟ بيفكر في ايه ولا ما هوش عارف يفكر في حاجة؟ اللحظات الرهيبة ده ايه؟ اللي هي اخر لحظات هتعدي على كل انسان في الدنيا. ماذا وراء الاحتضار؟ ما وراء الاحتضار؟ هو ده الموضوع اللي احنا عايزين نتكلم مع بعض الليلة فيها يا اخواني. ما وراء الاحتضار؟ المراحل الستة لخروج الروح. لما الواحد تدبر في مشهد يعني الشاب الله يرحمه اللي ربنا توفاه يوم الجمعة، وهذا من حسن الخاتمة، يعني اللي كان اللي في مستشفى الحروق، يعني الواحد بدأ يفكر هو ايه اللي وراء هذا المشهد. فبدأ الواحد يراجع الآيات والأحاديث التي تتحدث عن هذه اللحظات، مش اللي بتتكلم عن قضية الموت عموما، لأن قضية الموت قضية كبيرة جدا. الاحتضار ده موضوع من مواضيع الموت، خروج الروح ده موضوع من مواضيع الموت، انما الموت ده موضوع كبير جدا جدا جدا. احنا هنركز على نقطة خروج الروح، على نقطة مراحل خروج الروح من جسد الانسان، على نقطة الاحتضار ده اهو، لان القضية دي قضية كلنا سنتعرض ليها مرحلة من مراحل حياتنا. بنظن ان هي لحظات، بنظن ان هي حاجة وتعدي، انما هي عوالم. القرآن والسنة يتحدثون عنها على انها عوالم وليست عالم. عالم، عوالم، ست عوالم. العالم الاول قول الله سبحانه وتعالى: واتقوا يوما، واتقوا يوما. ربنا بيقول لك اعمل حساب اليوم ده من الوقتي، اعمل حساب اليوم ده من الوقتي. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. سبحان الله العظيم يا اخواني، لما الواحد مثلا ايديه تتكسر ولا يحصل له اي اصابه، الواحد ياما اتعرض لمواقف اشد من كده، وياما وقع وقعات اشد من كده. لما الواحد بيفاجئ ان هو اتصاب بجد، وان هو بيتجبس بجد، وان هو يقول سبحانك يا رب، هو الاصابه لحظه، هو الموت لحظه،
هو كل شيء كده لحظة. هو احنا مش متخيلين يا جماعة الموضوع اسهل مما نتخيل واسهل مما تتصور. انك انت الوقت فجأة تلاقي نفسك بتحتضر، ده موضوع بسيط جدا، موضوع اسهل مما نتخيل. العالم الاول، واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. العالم الثاني، قال تعالى كلا اذا بلغت التراقي. دي المرحلة التانية من مراحل الاحتضار. مش عايز اسميها مرحلة، انا عايز اسميها عالم، لان كل مرحلة من المراحل ديت وصف القرآن والسنة ليها ان هي عالم فعلا. الموضوع ما هوش بسيط، حتى لو شفته بيعدي قدامك في الميت ان هو لحظات، انما ده عالم. العالم الثاني، كلا اذا بلغت التراقي. العالم الثالث، المرحلة الثالثة من مراحل خروج الروح، المرحلة الثالثة من مراحل الاحتضار، وجاءت سكرة الموت بالحق. هو في فرق بين بلوغ التراقي وبين سكرة الموت، فروق كبيرة جدا. طب ايه الفرق؟ هنتكلم دلوقتي ايه الفرق ما بين العالم ده والعالم ده، ما بين ده عالم يا اخواني والله، يعني ما بين مرحلة السكرة ومرحلة التراقي فرق ما بين عالم وعالم تاني خالص، ما بين مرحلة السكرة ومرحلة الحلقوم عالم وعالم تاني خالص. ده انسان بيشوف مشاهد وبيفكر في حاجات، وده انسان تاني بيشوف حاجات تانية وبيفكر في حاجات تانية، وده انسان تالت عايش في عالم تالت وشايف حاجات تالتة، عوالم يا اخواني. العالم الثالث، وجاءت سكرة الموت بالحق. العالم الرابع او المرحلة الرابعة من مراحل الاحتضار، العالم الرابع او المرحلة الرابعة من مراحل الاحتضار، رب ارجعون. رب ارجعون دي مرحلة، مرحلة يعني كثير من المفسرين يقول لك هذا الرجل نام على فراش الاحتضار، انما الاحتضار ده الوقت اللي احنا بنتكلم عنه، احنا بنعمل تشريح للمرحلة دي، ده ما طلعتش كلمة احتضار كده، ده في انا مرحلة من المراحل، يبقى دي مرحلة تانية. رب ارجعون شاف ايه عشان يقول ده؟ يبقى دي العالم الرابع او المرحلة الرابعة، رب ارجعون. المرحلة الخامسة من مراحل الاحتضار، او العالم الخامس فيما وراء الاحتضار، العالم الخامس، فلولا اذا بلغت الحلقوم، فلولا اذا بلغت الحلقوم. العالم السادس او المرحلة السادسة في عالم الاحتضار، التي سمى الله بها صورة من صور القرآن، والنازعات غرقا. تعالوا يا جماعة نتكلم كده عن مراحل الاحتضار، المراحل الستة لخروج الروح، او العوالم الستة لخروج الروح، او مراحل الاحتضار. نشرح الاحتضار كده ونشوف الناس بتعيش مع ايه في هذه المرحلة، ايه اللي بيبقى فيه الناس في هذه المرحلة، ونبدأ نحاول نفهم عمرو بن العاص لما كان بيقول لابنه عبد الله بن عمرو، وددت يا بني لو ان رجلا عاقلا عند الموت يصف لنا الموت. لو في واحد عاقل كده وهو في وسط الموت يوصف لنا الموت ما يجزعش، يعني واحد عند الموت ما يجزعش. انت عارف مثلا لما اقول لك يا سلام لو واحد عاقل وهو كده محكوم عليه بالاعدام، لما يتلف المشنقه حوالين رقبته حبل المشنقه ما يجزعش، يقعد يوصف لنا هو حاسس بايه، هو مين البطل ده، مين البطل اللي يقدر يعمل ده. فلما جاء الموت لعمرو بن العاص وهو في الاحتضار، فقال له عبد الله ابنه يا ابتي قد كنت تقول انك تتمنى ان رجلا عاقلا يصف لك الموت عند الاحتضار، واني اظن كذلك الرجل، يا ابتي ماذا تحس؟ فقال له يا بني أحس كأن السماء قد انطبقت على الأرض، وأنني بينهما، وأنني أتنفس من ثقب إبرة. دا المرحلة اللي هي هنبدأ بيها الأولانية، السماء انطبقت على الأرض وهو بينهم وبيتنفس من ثقب إبرة. ده لسه المرحلة الأولى من الاحتضار طبعا، لأنه لسه قادر يتكلم، ولسه قادر يفكر، ولسه قادر ياخد ويدي، ولسه قادر يتفاعل مع اللي حواليه. المرحلة الأولى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. مرحلة ان الاحتضار لسه، احنا في يوم الموت بقى، اليوم بتاع الموت. يعني ايه؟ يعني اخواننا المنظر ده او المرحلة دي منظر مرحلة تضحك وتبكي في نفس الوقت، انك تلاقي واحد نايم على فراش الموت وقاعد يتفق، وانا ان شاء الله يوم السبت اعمل كذا، والموضوع الفلاني اخلصه في كذا، ومش قادر يتخيل ان الامر صدر في السماء خلاص، وان القوة التنفيذية لاخراج الروح من جسد هذا الرجل صدرت للقوة التنفيذية بتاعتها خلاص، وان هو خلاص. انت عارف ضبط واحضار، الراجل ده صدر له طلب ضبط واحضار، الراجل ده صدر له امر ضبط واحضار خلاص، وهو لا يدري. الراجل ده
الروح ممكن تكون خرجت من بعض اجزاء من جسمه، تحرجت من بعض اطراف جسده وهو لا يدري، هو لسه مش حاسس بحاجة واللي حواليه مش حاسين بحاجة، هو نايم على فراش الموت ولا يدري ان هي ساعة وهيبقى من اهل الاخرة او ساعتين او ربع ساعة او خمس دقايق او يوم او يومين، محدش لسه داري. مرحلة يوم الاحتضار، مرحلة بدء الخروج التدريجي للروح اللي غالبا الانسان ما بيحسش بيه. يعني ايه الانسان ما بيحسش بيه يا جماعة؟ واحنا بنتكلم في ايه؟ واحنا بنتكلم في 50 جنيه سرقت من جيبك؟ احنا بنتكلم في حرامي قاعد جنبك في الميكروباص ونشل منك محفظتك؟ ده احنا بنتكلم من روحك بتتاخد منك، هو ازاي ما يحسش بيها؟ ما بقول لكم منظر يضحك ويبكي في نفس الوقت، احساس ان واحد قاعد في بيت وبعض الناس عايزين يقتحموا عليه البيت وخلعوا شباك من الشبابيك خلاص ومش داري، او واحد قاعد في بيت وصدر له طلب ضبط واحضار والقوة التنفيذية جت وقطعوا النور بتاع الشارع والجنود خلاص طالعين على السلم وهو قاعد يضحك جوه البيت ومش حاسس باي حاجة، مش حاسس بالواقع اللي حواليه. كان الامام ابي حامد الغزالي رحمه الله كان بيقول لك يعني في الرهبة من الموت، بيقولك انت لو قاعد في مكان كله مناعمات وانت عارف ان في 5 هيدخلوا عليك الوقت او 6 هيدخلوا عليك بهروات هيهجموا عليك، انت سينغص عليك كل ما انت فيه من نعيم. قال لك طب وملائكة الموت اللي هيجوا عليك دول انت ما انتش عامل حسابهم ازاي؟ ما دول هيدخلوا عليك فجأة. فالمرحلة الاولى مرحلة الخروج التدريجي من الروح، مرحلة تموتك على روحك من الضحك وتموتك على روحك من البكاء في نفس الوقت. مرحلة الانسان اللي روحه بتتاخد منه ولسه مش حاسس. الانسان المفروض ان الانسان يبقى قضية الموت دي قضية عنده حساسية رهيبة ليها، فيروى عن يعني بعض الصالحين انه يقول لمن حوله انا هموت انا بموت خلاص، هو لسه سليم تماما تماما مفيش عليه اي حاجة. فبعض الناس بيفسرها ان الراجل ده راجل صالح وانه يعني بشرى ببشرى وانه اعلم في رؤية. يا اخوانا ممكن يكون الراجل ده من كتر استعداده للموت حاسس بالقضية، حاسس بالموضوع، عنده احساس بهذا القضية من وهي لسه في المقدمات بتاعتها. فمن ضمن الغفلة الرهيبة اللي احنا عايشين فيها ان المرحلة الاولى دي محدش بيحس بيها ولا حد بيدرى بيها، ويبقى خلاص الملائكة حضرت في المكان ملائكة الموت، ويبقى خلاص الروح بتخرج من جسد هذا الرجل وهو قاعد يرضى عن ده ويزعل من ده ويغضب على ده ويتبسط من ده ويتفق على ميعاد مع ده ويتعشم انه هيعمل كذا الاسبوع الجاي ويتكلم وان شاء الله لما اقوم بقى واروق واقوم بالسلامة هعمل كذا وهعمل كذا، وهو خلاص بدأ في رحلة ذهاب بلا عودة. هذه هي المرحلة الاولى البسيطة الخفية الدقيقة، العالم الثاني وهو قول الله سبحانه وتعالى كلا اذا بلغت التراقي. دي اخر مرحلة انت ليك علاقة بالدنيا فيها، مرحلة لما الروح توصل ما بين الطبقتين، يعني انت نص جسمك بقى ميت ونص جسمك بقى حي، يعني انت نص جسمك فيه الروح والنص التاني مفيش فيه الروح. مرحلة عجيبة جدا يا اخواني، كأن واحد قاعد على صور ما بين الدنيا والاخرة، فهو ينظر الى هذه وينظر الى هذه، او قادر يفكر في دي وقادر يفكر في دي. دي اخر مرحلة من مراحل الاحتضار، انت هيبقى لسه عندك اتصال بالدنيا فيها او داري بالدنيا فيها، والروح خلاص عند التراقي. كلا كلا يعني مفيش حد هيتساب، كلا هذا لا يكون ابدا، مفيش حد هيفلت من هذا الامر. كلا اذا لليقين اذا بلغت، ده مرحلة واللي هيبلغ عندها خلاص. اذا بلغت التراقي وقيل من راق، وقيل من راق، المرحلة دي يا اخواني في الله التي يقول الله سبحانه وتعالى عنها وظن انه الفراق، ظن بدأ خلاص هو بدأ يحس ان انه اللي بيحصل لي ده هو الموت، اللي انا فيه ده هو الموت، امال اللي قبل كده لا ما كانش دار ان هو الموت، اللي انا فيه ده هو الموت، وظن انه الفراق. والفراق هو وداع الحبيب للحبيب، غير الهجر وداع الانسان لما يكره، انما الفراق ده المشهد النهائي في حياة كل واحد مننا، كل شلة نهايتها الفراق، كل زوج وزوجة نهايتهم الفراق، كل انسان قاعد في شركته او مصنعه او محله نهايته الفراق. المشهد النهائي لاي انسان على وجه الارض هي اما هيفارق الدنيا يا اما الدنيا هتفارقه، وظن انه الفراق. النهاردة وانا رايح خطبة الجمعة فوقفنا على الكوبري اللي على الطريق ده، وقفنا ساعة الا ربع، فما عدا الخطبة راح يعني عشان نوصل للخطبة، ما عدا الخطبة يعني الظهر ادن علينا واحنا على الكوبري، فانا عارف ان انا خلاص الخطبة رايحة، ولكن كملنا في الطريق يعني نروح حتى الواحد يدي كلمة بعد الخطبة يعني تعويضا على ان هذا الامر فاته. طول الطريق كل دماغي في ايه؟
طول الطريق دماغي ايه الذنب اللي انا اتحرمت بيه من ان انا ادعو الى الله النهاردة؟ ايه الذنب اللي انا اتحرمت بيه؟ طول الطريق مش راحم نفسي، طول الطريق كأن انا جايب كرباج ونزل على نفسي. انت ايه اللي انت عملته؟ انت بالتأكيد عملت حاجة، انت بالتأكيد عملت مصيبة، امال اتحرمت ليه؟ طب ما كان في طريق تاني وكان ممكن ربنا يرشدك للطريق التاني، وانت ايه اللي خلاك تغفل عن الاستخارة وتنسى مسألة الاستخارة؟ يبقى بالتأكيد انت اتحرمت بسبب ذنب انت عملت. انا رايح هناك قلت سبحان الله العظيم، اذا كان ده لومي لنفسي عشان خطبة راحت مني، امال يا جماعة انسان بيموت هيعمل ايه في نفسه؟ هيلوم نفسه لوم شكله ايه؟ انسان هو قاعد يفتكر حياته اللي ضيعها، ايامه اللي ضيعها، لياليه اللي ضيعها. انت ممكن تزعل على ليله امبارح اللي انت ما قمتش فيها الليل، انما انت مش متخيل انت هتعمل في نفسك ايه وانت نايم على فراش الموت على هذه الليله، وعلى كل ليله، وعلى كل 13 و14 و15 ما صمتهمش، وعلى كل فرصه طاعه ضيعتها، وعلى كل فرصه تحفيظ قران سبتها، وعلى كل درس علم تخليت عنه، وعلى كل، انت مش متخيل انت هتعمل في نفسك ايه. انت عشان كده الايه دي جت في سوره ولا اقسم بالنفس اللوامه، انت مش متخيل انت هتلوم نفسك قد ايه. وظن انه الفراق، مشاهد قدام عينيك، مشاهد لكل الاعمال السيئه اللي انت عملتها، لكل التقصير اللي انت قصرته، طوفان مشاعر وطوفان افكار للانسان اللي نايم على فراش الموت في هذا الوقت. يا اخوانا هي دي المرحله اللي بيحصل فيها اخطر فتنه في حياتك كلها، الفتنه اللي النبي عليه الصلاه والسلام كان بيستعيذ اخر كل صلاة منها، واعوذ بك من فتنة المحيا والايه والممات، والممات فتنة الممات، لان دي اخر مرحلة انت بيبقى لسه عندك ادراك فيها، او لسه عندك اتصال بالدنيا فيها، او قادر تتفاعل مع ما حولك فيها. مرحلة التراقي دي مرحلة اللي الشيطان اخر فرصة ليه لفتنة الممات. ازاي؟ الشيطان له خط سير معاك، بيحاول معاك الاول، يعني الشيطان اول حاجة بيعملها مع الشاب او البنت او رجل او المرأة يبدأ يدخله في الاختلاط، ان المرأة اذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، اي خرجت ايه المرأة ديت، بتخلي تفاعل الفساد خروجها من البيت، تفاعل الفساد في المجتمع يتسارع جدا. عارف لما يقول لك حتة اللحمة من غير انزيمات المعدة محتاجة 50 سنة عشان تتهضم، بانزيمات المعدة ساعتين بس بتتهضم. اهو الاختلاط والمعازف بالنسبة للشيطان عاملين زي انزيمات المعدة. تفاعل الفساد والضلال في المجتمع محتاج مئات السنين عشان يتم. لو حصل اختلاط ومعازف في المجتمع، تفاعل الفساد بيصبح اسرع ما يكون، بيصبح في قمة السرعة. عشان كده الشيطان اول شخصية تمثل بها في تاريخ البشرية كان شخصية مغني راعي لم يسمع لصوته مثيل، كان ينزل كل سنة حفلة سنوية فيغني للناس، فيجتمع الرجال والنساء عليه حفلة سنوية، فبدأت النساء اللي متجوزين رجال ليس عندهم حظ من الجمال يشوفوا الرجال اللي اجمل، وبدأ الرجال اللي متجوزين نساء ما هماش على مستوى الجمال يشوفوا النساء اللي اجمل، فوقع البشر في الزنا. يعني اول حاجتين الشيطان عملهم في البشرية المعازف والاختلاط، المعازف والاختلاط جابوا الزنا. يوم الشيطان يدخل في مرحلة تفجر الشهوات، تفجر الشهوات يأسي قلب الانسان، يخليه انسان قلبه اسود، فلما تعرض عليه الشبهات يقبلها، لما تعرض عليه العلمانية يقبلها، لما تعرض عليه الليبرالية يقبلها، لما يعرض عليه الالحاد يقبله، لما يعرض عليه الربوبية يقبلها، لما يعرض عليه اي ملة من ملل الباطل يقبلها، فيبدأ يدخل في مرحلة الشبهات. بعد كده الشيطان يدخله في مرحلة الكفر والعياذ بالله، ويتحول الانسان كافر. بدأ من ايه؟ يبقى الشيطان له خط سير، خط السير ده محتاج سنين عشان الشيطان ينجح فيه. طب الوقت الراجل ده نايم على فراش الاحتضار، الراجل ده في اخر دقائق من الادراك في حياته، الشيطان هيقعد بقى يشتغل معاه على وسواس المعاصي، هيقعد بقى يشتغل معاه يقول له مش هتقدر تطيع ربنا، يقول لا 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 خلاص الكلام ده راح. امال ايه؟ ده تشكيل مباشر. يعني ايه تشكيل مباشر؟ يعني دلوقتي الشيطان بيشكل مباشرة على الكفر، الشيطان ما عادش بيشكل على المعصية، الشيطان ما عادش بيسخن الشاب ويشكله على المعصية، ده بيشكك في العقيدة، ده بيرمي شبهات في العقيدة عشان يموت هذا الانسان كافر. فتنة الممات هي دي المرحلة بتاعتها. قال تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. عقل والدين هيعمل إيه ساعتها؟
اللي كان بيشوح لامه وابوه. الشيطان ممكن ببعض اسلوبه ده يضيع قد ايه ساعتها؟ الانسان اللي كان مدمن معاصي سر، الانسان اللي كان مدمن نظر حرام، الانسان اللي كان مدمن مال حرام، الانسان اللي كان متثاقل على طاعة ربنا، هيعمل ايه ساعتها؟ هيعدي المرحلة دي ازاي؟ انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. الشيطان وهو في اقوى حالاته وقعه بسبب ذنوبه. امال وهو في اضعف حالاته الشيطان هيعمل فيه ايه؟ مرحلة التراقي. كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق، والملائكة بتتكلم مع بعض، مين اللي هيطلع بروحه؟ ملائكة الرحمة اللي هتنزل ولا ملائكة العذاب؟ وملائكة الرحمة انواع وملائكة العذاب انواع. ده اخوانا، ده دي قصص اخوانا. تعرفين قوات البوليس مثلا وهي رايحة تقبض على حد، قوات القبض على تاجر مخدرات غير قوات القبض على مثلا حرامي، غير قوات القبض على واحد على شيك، غير قوات القبض على ارهابي من الارهابيين اللي زيكو، غير قوات القبض على كل واحد له معاملة شكل غير التاني. فانت متخيل معايا المنظر؟ الملائكة وقيل من راق، مين اللي هياخد روحه؟ اوعى تفتكر ان المنظر ده سهل، ده قاتل المئة وهو بيموت. نزلت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة ماسكة السجلات بتاعتها، الراجل ده عمل حاجات يدخل بيها الجنة، وملائكة العذاب مع السجلات بتاعتها، الراجل ده عمل حاجات لا يمكن الراجل ده يدخل جنة، الراجل ده داخل جهنم، يعني داخل جهنم. انتوا متخيلين؟ والاتنين وربنا من حكمته انه يترك الاتنين ينزلوا ليه؟ عشان ربنا يعلمنا ان انت كل اعمالك الصالحة ملائكة الرحمة محصاها عندها، وكل اعمالك السيئة ملائكة العذاب محصاها عندها. الموضوع مش هزار، الموضوع مش لعبة. يعني انت ممكن يجيلك في قبرك ملائكة رحمة وملائكة عذاب، وربنا ينجيك بإحداهما من الأخرى بقى. ملائكة رحمة ليه؟ لأن دي معاها تقرير عنك ودي معاها تقرير عنك. وقيل من راق، إحصاء من أدق ما يكون، مين اللي هيطلع بروح ده، رحمة ولا عذاب؟ ولو رحمة أي نوع، ولو عذاب أي نوع، وظن أنه الفراق، هو لأول مرة هيبدأ يفكر في اللي هو رايح له. الراجل ده ما فكرش في اللي كان رايح له يا جماعة، لأول مرة هيبدأ يفكر في الموت، هيبدأ يفكر في القبر، هيبدأ يفكر. أما شفت يعني رؤية كده، والله أعلم هي رؤية ولا غير رؤية، من أيام كده أو من أسابيع قليلة، إن أنا مت والمفروض إن أنا يعني إيه أدخل القبر بقى، يعني إيه يعني أنا، فأنا قاعد يعني في رؤية طول الرؤية، سبحان الله، يعني أنا هدخل القبر إزاي؟ طب هدخل، طب وبعدين ده قبر، أنا أدخل قبر برجلية؟ أنا عايزك تتخيل معايا، أنا صحيت من النوم أول مرة في حياتي أحس إن الموت نعمة، لأنك لو كنت كلفت إنك تدخل القبر بمزاجك تكليف بما لا يطاق. يا إخوانا ده مصيرك جوه المكان ده، هو انت داخل ده، انت داخل القبر برجليك. هي دي قضية سهلة، ربنا يعيذنا من شر ما رأينا يا رب، اللهم امين. وان كان الموضوع اللي انا قصدي عليه انك انت تتخيل كده انسان بيفكر في الموت، هدخل القبر هعمل ايه؟ هدخل القبر هقول ايه؟ والقبر ده القبر ده عوالم على عوالم. وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق، ما هوش عارف يروح فين، ما هو لا عارف يطلع ولا عارف يرجع. دي مرحلة تانية، المرحلة التانية من مراحل الاحتضار، مرحلة التراقي، مرحلة ان نص الجسم حي ونص الجسم ميت، نص الجسم فيه روح ونص الجسم ما فيش فيه روح. مرحلة من اعجب ما تكون، ربنا سبحانه وتعالى جعل جوارحك قدام عينيك ما عدتش قادر تحركها ولا قادر تستفيد منها، ايديك ايه ما عدتش تنفع تمسك مصحف، رجليك ايه ما عدتش تنفع تمشي للمسجد. كأنه ربنا بيوريك جوارحك اللي كانت امبارح ملكك تفعل بها ما تشاء من امور الطاعة، النهاردة ما عدتش قادر تعمل بها حاجة. حاسب نفسك يا ابن ادم قبل ما ساعات وهتنزل تحت التراب وهتتحاسب من ملائكة القبور. العالم الثالث والمرحلة الثالثة في مراحل الاحتضار وفي عالم ما وراء الاحتضار، وجاءت سكرة الموت. يعني ايه السكرة يا جماعة؟ هي دي المرحلة اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال عليها ان العبد المؤمن اذا كان في ايه؟ ها؟ انقطاع من الدنيا، قطعت. انت عارف لما اقولك الكهرباء قطعت؟ الدنيا قطعت. يعني ايه الدنيا قطعت؟ الراجل ده لا عاد بقى ظن فراق ولا عاد ظن غير فراق
ولا عادل. الراجل ده انتهت علاقته بالدنيا. الراجل ده ما عادش واقف على السور شايف الدنيا من ناحية فيه. الراجل ده انتهت علاقته بالدنيا. الراجل ده الله اعلم هو بيفكر ولا ما بيفكرش. هو لسه هو ممكن يكون بقلبه يقدر يناجي ربنا، انما انه يفكر في الدنيا هو لم يعد يرى دنيا. يقولك السكران، ليه تسمى اللي شرب خبرة سكران؟ لان عقله تقفل، ما عادش دارب عقله. وقال قالوا انما ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا، عيننا اتعمت ما عدناش شايفين، جاءت سكرة الموت، كل حاجة قفلت، لا عاد يقدر يسمع ولا يشوف ولا يحس باللي حواليه ولا يبلع بق مية ولا يحرك ايد ولا يحرك رجل. الراجل ده زي بالظبط لما الكهرباء تقطع، دلوقتي كهرباء تقطع تلاقي اللمض وقفت والمراوح وقفت والميكروفون وقف ولو الكاميرا دي شغالة بالكهرباء وقف والكمبيوتر اللي بيبث، كل حاجة وقفت، كل حاجة انتهت في لحظة. اذا ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا اتقطعت الدنيا عنه. فدي المرحلة الثالثة، مرحلة ان الراجل ده اتقطعت عنه الدنيا، انتهت علاقته بالدنيا، لم يعد يرى ولا يسمع اي شيء من امور الدنيا. الراجل ده بيتجهز انه يدخل بعد كده في اول مرة هيشوف الاخرة، لاول مرة سيرى الدار الاخرة. بس لسه مش المرحلة ديت، ده المرحلة اللي بعدها. انما المرحلة الثالثة اللي احنا فيها، جاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. انت كنت بتبعد وكنت بتهرب، ولكن انت الوقت في مرحلة في غاية العجب، في غاية العجب، انتهت علاقتك بالدنيا تماما عشان تؤهل للمرحلة الرابعة او العالم الرابع من عوالم الاحتضار، وهي مرحلة رب ارجعون. ودي مرحلة عجيبة جدا يا اخوانا، ومرحلة خطيرة جدا. لأول مرة هتشوف الاخرة، لأول مرة بس الراجل ده خلاص ما عادش شايف، يعني الراجل ده ما عادش شايف حاجة بالدنيا. الراجل ده شايف الاخرة بقلبه ولا شايف الاخرة بعينيه؟ الله اعلم، الله اعلم ايه الاداة اللي بيشوف بيها. المراحل دي مش معنى انك مش حاسس بيها انها مش موجودة، مش معنى انك ما انتش داري بيها انها مش موجودة. ده واقع يجب ان توقن بيه ويجب ان تستعد ليه. ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت. العلماء قال لك فزع من ايه؟ قال لك ده مرحلة رؤية الملائكة لأول مرة. ده قول من الأقوال في الآية، مرحلة لأول مرة يرى الملائكة، لأول مرة يرى ملائكة الموت، سواء ملائكة رحمة أو ملائكة عذاب. طب ايه اللي فزع فيه؟ ايه اللي فزع؟ عارفين ايه الفزع اللي فيها يا اخوانا؟ ان هو متخيل ان الموضوع بسيط. عارفين واحد مثلا يعني سرق مثلا ايه باكو بسكوت مثلا بنص جنيه، فهو في ظنه ان الموضوع بسيط. فجأة لقى 12 عربية تشكيل امن مركزي تحت البيت، وانزال بالمروحيات والمظليات من فوق البيت، وقوات صعقة بتقتحم البيت. فالراجل مش قضيته انه هو مرعوب قد ما قضيته ليه، هو ايه اللي حصل، هو الموضوع طلع خطير بالمنظر ده. او واحد مثلا شتم واحد في الشارع، فهو مش عارف ان اللي شتمه ده مثلا لواء ولا مدير امن ولا وزير داخلية ولا رئيس معين ايا مكان، يعني مش عارف هو شتم في مين بالظبط. فهو روح البيت ومش واخد باله مين اللي اتجرى عليه، فيفاجئ ان الدنيا كلها مقلوبة حواليه، فيبدأ يفكر هو انا عملت ايه، يبدأ يراجع نفسه. اهو ده اللي بيحصل ساعتها، ان الانسان لما بيشوف عدد الملائكة اللي نازل له مد البصر، سواء ملائكة رحمة او ملائكة عذاب، يجلسون منه مد البصر، الاف مؤلفة من الملائكة. ليه؟ هو الموضوع كان خطير للدرجة ديت؟ هو الموضوع عظيم للدرجة ديت؟ عشان كده ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت، ولا واحد هيتساب. الفزع هنا من لو هي ملائكة عذاب من المنظر بتاعها او من مشهد ملك الموت، والفزع هنا برضو من الفزع من عدد الملائكة. كل دول عشان ايه؟ ليه؟ فربنا بيصور هذا المشهد في قوله سبحانه وتعالى وهذه المرحلة، فحتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. المفسرين قالوا رب ارجعون دي الاحتضار، وهو نايم على فراش الاحتضار. ولكن احنا هنا بنقول ان الاحتضار ده طلع موضوع كبير. ده انا مرحلة من مراحل الاحتضار، ده مرحلة رؤية العالم الاخر لاول مرة، ده مرحلة يعني دي استغاثة من العالم الاخر. الراجل ده ما عادش خلاص في الدنيا، يعني دي مرحلة اول مرة يشوف ملائكة الموت، اول مرة يشوف الاخرة. يعني شوف الراجل ده بيتسحب من الدنيا ازاي،
واحدة واحدة الروح تتسحب، بعد كده يبدأ الروح عند التراقي يبدأ يشوف الدنيا بنظرة جديدة وبيحاسب نفسه بيلوم نفسه، بعد كده السكرة ما عادش يدارب اي دنيا، بعد كده رب رجعون اول مرة يشوف ملائكة الموت وهو لسه ما هوش عارف ده جنة ولا نار ولا نعيم ولا حساب، ولكن ممكن من منظر وجوههم يعرف الموضوع ايه. حتى اذا جاء احدهم الموت قال، شوف قال ايه، قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. ست كلمات قالها، كل كلمة منهم لو كان قالها وهو سليم ومعافى كان ممكن يدخل بها الجنة. الست كلمات دول لو كان قالهم في الدنيا وهو سليم كان ممكن يبقى من اهل الفردوس الاعلى بسببها. قال حتى اذا جاء احدهم الموت قال، شوف قال ايه، اول كلمة رب، اخيرا عرفت ان ليك رب، اخيرا عرفت ان لحمك تفك من خير ربك، اخيرا عرفت ان ليك مولى، ان ليك مولى يجب انك انت تسجد له وتعبده، اخيرا عرفت. قال رب ارجعون، ارجعون دي الضمير جماعة، يعني هنا ارجعون جماعة. طب هو بيكلم ربنا ليه بالجماعة؟ لان دي الجماعة تدل على التعظيم. يعني ايه اخيرا عرفت ان ربنا عظيم، اخيرا كلمت ربنا بما يليق بجلال الله، اخيرا عرفت عظمة ربنا وكنت امبارح بتستهين به، وكنت امبارح بتخليه احوان الناظرين اليك في معصية السر، وكنت امبارح بتتجرأ وتتفرج على كذا او تعمل العادة الفلانية او تكلم كذا او تتجرأي على كذا او تخطط لمعصية كذا. اخيرا عرفت عظمة ربنا وعرفت جلال ربنا، وانت كنت بتستهين بحرمات امبارح. رب ارجعون لعلي للتمني والترجي واللهفة. يا رب انا ملهوف ان انا اعبدك، انا ملهوف ان انا اطيعك، نفسي اعبدك يا رب لعلي، نفسي اسجد لك واصوم لك يا رب، نفسي اذكرك يا رب. الوقت نفسك تعبده، الوقت بتفكر انك ملهوف على عبادته. كانت فين اللهفة دي امبارح؟ كانت فين اللهفة دي وانت بصحتك وبقوتك في الدنيا؟ النهاردة جاي ملهوف على الالتزام، وانت امبارح كنت بتتخنق من كل واحد يدعوك ليه، وامبارح كنت بتهرب من اي حد يذكرك بيه، وامبارح الوقت بقيت ملهوف على الدين فجأة، وبقيت نفسك تلتزم، وبقيت نفسي اتوب، نفسي اتوب انا من الذنوب واكون قريب من الله، ونفسي ارجع لك يا رب، ونفسي اعبدك يا رب. بعد ايه؟ بعد ايه جاي تقول الكلام ده؟ لعلي اعمل، اعمل فعل مضارع ولا ماضي؟ مضارع، يفيد الاستمرار. يا رب مش هبطل ليل ولا نهار، يا رب مش هبطل عبادة، يا رب هقطع سجاجيد الصلاة من العبادة ومن الصلاة، يا رب هعبدك والله يا رب. ما عدت ابقى رمضاني اصلي في رمضان وباقي السنة ما اعملش اي حاجة، يا رب هعبدك في كل السنة، يا رب هعبدك في كل الايام، يا رب هعبدك في الليل والنهار، يا رب مش هضيع ولا ساعة بره عبادتك. لعلي اعمل، اعمل، اعمل صالحة بالنكرة للتعظيم. يا رب هعمل كل الاعمال اللي ترضيك يا رب، مهما كان الجهاد بتحبه يا رب هجاهد يا رب، هجاهد. الصيام في الايام الحر بتحبه يا رب هصوم في الحر يا رب، الصدقة بالمال كله بتحبها هطلع كل اللي في جيبي يا رب. انا يا رب ما عدتش هستعظم طاعة ولا هستصعب طاعة، لعلي اعمل صالحة نكرة للتعظيم. انا يا رب كتاب شعب الايمان ده هخلصه كله، انا يا رب مش هسيب عبادة مش هعملها، بس رجعني يا رب لعلي اعمل صالحا فيما ترك، فيما الاستقصاء والاستغراق. يا رب انا فيما تركت دي، يعني يا رب انا رب والله ما هسيب مليم في مالي مش هعبدك بيه، مش هسيب ذرة في طاقتي مش هعبدك بيها، مش هسيب فكر جوايا او موهبة عندي مش هعبدك بيها. انا يا رب هديك كل حاجة، انا يا رب بوعدك اني بنذر لك كل ما املك لعبادتك ولطاعتك لو رجعتني. انا يا رب مش هرجع هقول شوية للدين وشوية للدنيا زي ما كان بيتعرض عليا، لا والله يا رب انا ما عادش هيبقى عندي غير دين، انا ما عدتش هفكر غير في الدين، انا ما عدتش هستغل اي حاجة ادتالي غير في الدين. يا نهار ابيض، شوفوا الراجل بيقول ايه، شوفوا بيقول ايه على فراش الاعتذار، بيقول كلام لو كان قاله لربنا وهو سليم الراجل ده كان اقل حاجة فردوس اعلى، اقل حاجة. وربنا بيقول لك كلا انها كلمات هو ايه قائله، يعني هو قائلها، قال لك يعني هيفضل يكرر الكلمة دي من بعد الموت لحد ما يبعث يوم القيامة، يعني هيفضل يصرخ في القبر طول حياة البرزخ بهذه الكلمة. يعني طب لو كنت انت كررت الكلمة دي في الدنيا، ولكن للأسف الشديد المرحلة
الثالثة الرابعة إخواني، وهي مرحلة رب ارجعون، وهي مرحلة لأول مرة يشوف الملائكة، لأول مرة يشوف ملائكة الموت، العالم الخامس أو المرحلة الخامسة من مراحل الاحتضار، وهي مرحلة فلولا إذا بلغت الحلقوم، لولا إذا بلغت الحلقوم، وأنتم حينئذ تنظرون أمر واقع، خلاص الموضوع انتهى. عشان كده المرحلة دي جت في سورة الواقعة، سورة الواقعة اللي بتتكلم عن الأمر الواقع، فجابت لك المرحلة اللي بتاعت الموت اللي فيها الأمر الواقع، ما عادش حد قادر ينطق كلمة، ولا حد يقول من راق بقى أجره هاتوا حد يرقيه، الكلام ده خلص خلاص عدناه، كله قاعد ينظر زي الست اللي احنا كنا في مستشفى الجامعة كده، كلنا قاعدين نبص لها وكل المريضات اللي معاها في القسم قاعدين يبصوا لها، خلاص وأنتم حينئذ تنظرون كله باصص مذهول، هو في إيه؟ كله باصص مرعوب، هو في ايه؟ هي مالها؟ هي بتعمل كده ليه؟ هي بتسمعنا ليه؟ هي بتصرخ ليه؟ هي دي في عالم تاني ولا بتعمل ايه؟ كله باصص وقاعد دماغه ديت مولعة من التفكير، وقاعد يبص على المنظر ده مش فاهم فيه ايه. اهي ديت المرحلة الخامسة، وهي مرحلة لولا اذا بلغت الحلقوم. طبعا يا جماعة مرحلة الحلقوم احنا ممكن نقول الكلام العام عنها ان دي مرحلة الالم. يعني مرحلة الالم يعني ألم الموت كله في المرحلة دي، يعني كل اللي فات ده مش ألم موت، كل اللي فات ده أحداث ألم نفسية وأحداث انفعالات نفسية مهولة، إنما مرحلة الحلقوم دي مرحلة الألم البدني. الألم البدني يعني إيه مرحلة الألم البدني؟ يعني الروح وهي في المكان اللي طول عمر النفس بيدخل منه في الحلق، الروح وهي في المكان اللي طول عمر الأكل والشرب بينزل منه، الروح وهي في المكان اللي كان أسباب الحياة بتدخل لجسمك منه، الروح وهي في المكان ده. لو الراجل ده هيعذب في موته معناه إن الملائكة مش هتخرج روحه من الحلقوم فترة، على قد ما هو مكتوب له يعذب في موته. لو الراجل ده هيخفف عنه الموت يبقى الحلقوم دي مش هتطول. يعني ألم الموت كله على حسب مرحلة الحلقوم دي، يعني القصة كلها بتاعت الألم. يعني مرحلة الحلقوم دي اللي الطب بيسميها مرحلة الايه؟ ها؟ يقول لك جاسبنج، العين بيجاسب. يعني ايه العين بيجاسب؟ يعني انت الوقت وانت قاعد قدامي انت بتاخد في الدقيقة 25 نفس، يعني انت كل دقيقة من غير ما تحس بتسحب 25 نفس وتخرجه. مرحلة العين بيجاسب ديت مرحلة انك انت كل 20 ثانية بتاخد نفس، او كل 15 ثانية بتاخد نفس، تلاقي العيان 15 ثانية صامت وبعد كده يقوم واخد نفس كده، وبعد كده 15 ثانية تاني صامت، وبعد كده 15، لما الممرضة تقول العين بيجاسب معناه ان خلاص الراجل ده ايه، القصة دي خلصت اصلا، ده خلاص ده مرحلة حلقوم، ده مرحلة لولا اذا بلغت الحلقوم، فدي مرحلة الالم بتاعت الموت. يعني لما نقول يا رب يسر علينا الموت يبقى معناها يا رب مرحلة الحلقوم دي مش عايزين نعيشها اصلا، الروح تخرج كده تسيل كما تسيل القطرة من غير هذا الالم، فهذه هي المرحلة. طيب ايه مرحلة الحلقوم دي يا جماعة؟ احنا بنقول دي الاحتضار ده عالم، طب الحلقوم ده بيحصل فيه ايه؟ اسمع بقى الايات اللي بتتكلم عن هذه المرحلة، اسمع بقى الايات التي تتحدث عما يحدث في هذه المرحلة. اول حاجة الحديث اللي النبي عليه الصلاة والسلام قاله، حديث البراء بن عازب لما بيرى ملائكة الموت لو هو فاجر او كافر والعياذ بالله، النبي قال ايه؟ حد عارف النبي قال ايه على الروح بيحصل لها ايه؟ ها؟ فتفرق في جسده، الروح من الفزع ترجع الجسم تاني وربنا يتركها. ليه؟ عشان في المرحلة السادسة اللي هنتكلم عنها بقى الروح تتشد من كل عرق وعصب والعياذ بالله. انما ايه اللي بيحصل في الحلقوم؟ اسمع قول الله، ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت، مش الظالمون في الموت، في ايه؟ غمرات، ده كأن واحد في قاع بحر مش عارف يتنفس، تحت بحر مغمور في غمرات. ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت، غمرات جمع ونكرة وتعظيم، يعني الراجل ده مغمور في ايه؟ الموت ده كأنه بحر هو في القاع بتاعه، يعني ايه؟ موضوع مهول يا جماعة. انت عارف يعني انت تتحط في قاع المحيط الاطلنطي لوحدك مثلا؟ يعني متصور الآية بتصور لك ان الموت ده بحر، الموت ده محيط، الموت ده عالم، وانسان محطوط جوه العالم ده. ولو ترى لو تشوف، ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت، اسمع بقى، والملائكة باسطوا ايديهم،
اخرجوا انفسكم. دي مرحلة الحلقوم. يبقى من ضمن افعال مرحلة الحلقوم ان الروح لما توصل للحلقوم الملائكة تسيبها. خرج روحك بقى، مش انت بتتألم وعايز تخلص، خرج روحك. طب ممكن تحصل حاجة تانية في مرحلة الحلقوم غير اخرجوا انفسكم، غير ان مرحلة الحلقوم دي يشتد الالم فيها ويترك الالم فيها ويزيد الالم فيها بالمنظر ده. ولو ترى برضه، ولو ترى ايه؟ اسفزعوا فلا فوت. لا، ما احنا قلنا اسفزعوا ديت مرحلة التالتة بتاعت اول مرة يرى الملائكة، المرحلة الرابعة قصدي، اول مرة يرى الملائكة. امال ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم. يضربون، لا، هو مرحلة الحلقوم دي ممكن يبقى فيها ضرب، هو مرحلة الحلقوم دي ممكن يبقى فيها تعذيب مادي وبداية تعذيب من الملائكة لو الراجل ده عمل انواع من المعاصي تستوجب عذاب في هذه المرحلة. يعني سبحان الله، حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، اية سورة الاعراف، ده ضمن مرحلة برضه هذا الاحتضار. حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، يتوفونهم مضارع، يعني كأن المشهد قدام عينيك اهوت، يعني كأن العملية دي لسه بتحصل. الراجل ده روحه بتطلع اهو، انت تحت البث المباشر لخروج الروح من جسد هذا الرجل. حتى اذا جاءتهم الملائكة يتوفونهم قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله. حوار الملائكة بتفتح معهم حوار. يبقى يضربون وجوههم وادبارهم، يبقى تعذيب مادي بدني. يبقى اينما كنتم تدعون حوار. اخرجوا انفسكم ترك. يعني اذا الحلقوم ده عالم يا جماعة، الحلقوم ده مش حاجة سهلة كده، الحلقوم ده عالم من الاحداث، وكل واحد له معاملة غير التاني. طب امال الحلقوم بتاع الصالحين ايه؟ احنا قاعدين نتكلم يا جماعه عن الموت بتاع الانسان العاصي، امال الموت بتاع الصالح، الحلقوم بتاع الصالح، حد يقدر يقول لي مرحله الحلقوم بتاعه الصالحين جت في ايه؟ اللي هيقول لي هياخد ده هديه. حد يقدر يقول لي مرحله الحلقوم بتاعه الحلقوم بتاعه الصالحين جت في ايه؟ ايه؟ ماشي، جميل، عايزين الآية اللي جت في الحلقوم. جميل، أنا عايز الآية اللي جت في الحلقوم بالظبط. لو إذا بلغت الحلقوم دي خلاص ده الموت العام، أنا عايز الصالح. الله، الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم. مين اللي قالها؟ طيب اتفضل. طب اديها له وحده يا ربنا ياخدها. طب في ايه تانيه؟ في ايه تانيه يا جماعه واضحه جدا وكلكم عارفينها؟ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. يعني سبحان الله العظيم، احتضار الصالحين وموت الصالحين مذكور في القران. انتوا عايزين تعدلوا العيشه ولا ايه؟ الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، يعني لازلنا مع مراحل الاحتضار، لازلنا مع مراحل الاحتضار. وقلنا المرحلة الأولى مرحلة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، قلنا يعني دي بداية مرحلة خروج الروح. قلنا المرحلة الثانية كلا إذا بلغت التراقي، وقلنا دي مرحلة فتنة الممات، ودي آخر مرحلة الإنسان بيبقى واعي بيها بالدنيا أو ما يحدث في الدنيا، ودي آخر فرصة للشيطان من أجل أنه هو يفتن الإنسان عن الدين. المرحلة الثالثة قلنا مرحلة رب ارجعون، اللي هي أول مرة الإنسان يشوف الملائكة، أول مرة يشوف ملائكة الموت ويصدم بأعداد ملائكة الموت. قلنا المرحلة الرابعة وهي مرحلة المرحلة الثالثة وجاءت سكرة الموت بالحق، اللي هي مرحلة السكرة، مرحلة ان هو ما عادش داري بالدنيا خلاص. المرحلة الرابعة رب ارجعون، لأول مرة يرى ملائكة الموت، ولأول مرة يرى الآخرة، وأول حاجة يشوفها من الآخرة اللي هي ملائكة الموت، سواء ملائكة رحمة أو ملائكة عذاب. المرحلة الخامسة لولا إذا بلغت الحلقوم، وقلنا إن هذه المرحلة عالم من العوالم،
عالم كبير من العوالم وليست مجرد مرحلة عادية، وان دي هي مرحلة الألم، المرحلة السادسة او العالم السادس من مراحل الاحتضار، وهي التي سمي باسمها سورة من سور القرآن، سورة النازعات، وهي قول الله والنازعات غرقا والناشطات نشطا. مرحلة النزع، مرحلة اخراج الروح نهائيا من الجسد والصعود بها الى السماء، اما ان تفتح لها ابواب السماء او تغلق دونها ابواب السماء والعياذ بالله. فدي مرحلة النزع، مرحلة النزع. طيب وبعدين يا جماعة، ودي برضو مرحلة ألم. طب وبعدين يا اخوانا، طب بالنسبة للمؤمن، بالنسبة للإنسان المؤمن، القرآن والسنة بيصوروا احتضار المؤمن ازاي؟ مرحلة الحلقوم عند المؤمن قلنا تتنزل عليهم الملائكة، ده فرح، ده مش ميتة يا جماعة، ده مش موت، ده فرح. إنسان الملائكة تتنزل تتفعل، صيغة التفاعل يعني أفواج وراء أفواج، مرة بعد مرة، يعني فرح الملائكة نازلة بتفرحه بتبشره. كنت لسه يعني بزور أحد المرضى عنده سرطان كبد، ربنا يشفيه يا رب، بيقول لي هو الموت ده حاجة الإنسان يزعل منها؟ هو إن الإنسان لما يقرب من ربنا، الإنسان لما يلقى ربنا سبحانه وتعالى، والله فاجئني يا جماعة، يعني الواحد راح يوعظه، هو اللي وعظ الواحد سبحان الله العظيم، وبيقول لك والموت ده، قلت كام واحد من اللي شكلهم ملتزم من بره ممكن لما ينام النومة ديت ممكن يقول الكلام ده، ممكن لما ينام النومة ديت ممكن يتذكر هذا الكلام وهذه المعاني. مرحلة التراقي عند الصالحين، كانت روح الحبيب تغرغر، كانت روح الرسول محمد صلى الله عليه وسلم تغرغر في صدره، الروح بتخرج من الصدر اهو وهو يقول الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم، يعني الروح عند التراقي وهو يقول الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم. شوفوا مشغول بايه فين. قال تعالى ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. سيدنا يعقوب مش قاعد بقى وسند على مخدة كده عليه السلام وبيكلم، يا اخوانا ده في الاحتضار يا اخوانا، حضر يعقوب الموت في الاحتضار، ده الروح في التراقي، ده الروح بتغرغر في الصدر وهو يقول ما تعبدون من بعدي، ويطمئن على العقيدة ويدعو الى التوحيد. يعني مرحلة احتضار الصالحين. قال تعالى والناشطات نشطة، جو النشاط ده جو فرح، جو النشاط ده جو فرح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن خروج روح المؤمن تخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. شوف اهو السقاء اهو، ادي كوباية المية اهو، شوف اول ما بعمل لها كده ها بيحصل ايه، شوف المية بتنزل بتعمل ايه، المية ما صدقت ان يبقى فيه فتحة تخرج منها، الروح ما صدقت. وهذه الكلمة التي قالتها السيدة عائشة لما قالوا من أحب لقاء الله، يعني ايه؟ يعني اللي يعني ايه؟ اللي هو في الدنيا يقول لك أنا نفسي أموت، نفسي أقابل ربنا، لا، قالت لهم ليس هذا، ولكن إذا حشرش الصدر وتشنجت الأصابع والروح بتطلع خلاص، فعندئذ من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، والعياذ بالله. قالت لهم لا، ده في الاحتضار، ده مسألة أحب لقاء الله والروح بتطلع، هو ده اللي ساعتها فعلا أحب الله لقاءه. قضية الاحتضار قضية كبيرة جدا، وقضية الاحتضار بتتعرض لفتنة من أخطر فتنتين الإنسان هيواجههم في حياته. الفتنة الأولى فتنة الممات، والشيطان جاي بيحاول يشككك في عقيدتك، مش الشيطان بيحاول يخليك تعصي، بيحاول يشككك في دينك، بيحاول يشككك في أصل اعتقادك، بيحاول يموتك كافر والعياذ بالله. والفتنة الثانية التي في مثل الخطورة وهي فتنة القبر، لما الملكين يجوا يسألوك وأنت لا تدري الملكين دول تبع إيه، ويسألوك من ربك وما دينك ومن نبيك، ولو ما عندكش يقين، عشان كده كان يروى يقول لك إن قال من ربك أقول لهما من ربكما أنتما، ما دينكما أنتما، من نبي، يعني أنت متخيل يعني إن الإنسان يبقى عنده يقين؟ دي امتحانات يقين يا جماعة، امتحانات الموت وفتنة الممات وفتنة القبر، دي امتحانات في اليقين. الإنسان اللي عنده شكوك في دينه، الإنسان اللي عندها شكوك في عقيدتها، الامتحانات دي محتاجة استعداد باليقين طول حياتك عشان تقدر تواجهها. مصيبة الشاب اللي الوقت قاعد وسطنا وإذا شك كشك،
يعني لو واحد شككه في دينه يشك، امال لما الشيطان يجي يشككك في دينك عند الموتى تعمل ايه؟ لازم تجتهد على دينك من الوقت، لازم تجتهدي على تحصين عقيدتك من الوقت. هذا العالم عالم ما وراء الاحتضار، عالم الاحتضار عالم المراحل الستة لخروج الروح الذي تحدثنا عن يعني بعض اجزائه في هذه المرة، من اجل ان احنا نقف مع نفسنا شوية يا جماعة. يعني الدرس الواحد حاسس ان احنا قدامنا اعمال ايمانية كتير، يعني يمكن اللي خلى الواحد يتكلم عن الاحتضار وعن الموت في هذه الليلة ان الواحد حاسس ان احنا قدامنا اعمال كتير. الواحد بيستغرب لما نيجي نعرض للناس ونقول للناس على اعمال ايمانية وهم يعني سبحان الله العظيم، فضل ومنة الله التحفيظ مثلا، اللهم لك الحمد، يعني فضل ومنة الله الوقت اللي منتظم 200 شاب، عارف يعني ايه اللي منتظم؟ يعني له انتظام. طب فين الباقي يا جماعة؟ فين الباقي؟ يعني انت عندك حوالي كده 400-500 شاب لسه مش منتظمين. لماذا تضيع على نفسك الفرصة ليه؟ وفي كتاب في الدنيا الحرف فيه بعشر حسنات غير القرآن، ده انت بتاخد مئات الالوف من الحسنات في كل صفحة وانت بتحفظ القرآن. ده انت القرآن لما بيبقى في صدرك بتبقى عامل زي السفرة الكرام البررة في السماء حملت المصحف. هو في كتاب هيستناك وانت طالع من تحت التراب يقول لك انا صاحبك غير القرآن. ايه اللي شغلك عن القرآن؟ فرصة محفظين مربين وبيتعاملوا بصداقة ونمرته هتبقى معاك عشان تتصل بيه عشان تبقوا اصدقاء. اعمال ايمانية وتربوية ضمن التحفيظ باذن الله سبحانه وتعالى هتتعمل للشباب اللي بيحفظهم. لما رحت قعدت معهم شوية انا حسيت ان انا هبكى يا جماعة من جمال الجو اللي انا كنت فيه، من جمال الجو. احد اخواني اللي بيروح يحفظه بيقول لي امبارح انا حاسس هناك ان انا في مسابقة، ده انت حفظت قد ايه وده، ويا اخوانا صحبة صالحة، ده دي والله الواحدة لا يساويها اموال الدنيا. انت عايز تصاحب الناس اللي مستعدية تقطع مشوار لمسجد الصديق عشان تحفظ وتقعد هناك وتحفظ وتراجع وتعمل، ده انت اخيرا لقيت فرصة للصحبة الصالحة اللي في مجموعتك في الفترة بتاعتك. لو انت جيت فترة او اتنين او تلاتة، تخيل انت عندك فرصة انك تصاحب 40-50-60 واحد، تصاحب على ده وتصاحب على ده وتتعرف على ده وتعرف ناس اكبر منك موجهين ليك زي المحفظين او الاداريين او يعني انت عندك فرصة انك انت تحل مشكلة من اخطر مشاكل حياتك، مشكلة الصحبة، مشكلة انك تلاقي اصحاب مجتهدين. يعني الورشة جميلة ولكن ممكن يكون مش كل الورشة بيحفظ القرآن، انما اللي هناك اللي بيحفظ قرآن ده هتلاقي غالبا بيطلب علم، هتلاقي غالبا بيدعو الى الله. ما الدنيا بتتطور، الخير اللي هيأتي الا بالخير، يبقى ازاي انك تتوانى عن هذا؟ عشان كده انا بذكر الشباب جميعا يا اخواننا روحوا باذن الله من الظهر. ظروفك ايه؟ اصل انا بروح الجامعة. يا عم وانت طالع من الجامعة اطلع مسجد الصديق في وشك. اصل انا ضفري بيوجعني الظهر. طب والعصر؟ المحافظين موجودين العصر برضو. لا لا لا، اصل انا العصر بيبقى ايه يعني بيبقى عندي صداع. طيب خلاص عندك صداع وحضرتك تعبان جدا، روح المغرب. لا لا لا، اصل انا المغرب برضو ببقى تعبان. طيب حضرتك تعبان 6 ايام في الاسبوع ولا 6 ايام من السبت للخميس من الظهر للعشاء المحفظين موجودين والاداري موجود، تروح هناك تقدم الاستمارة وتملى استمارتك وتلتحق بيه فترة من الفترات حسب ما يناسبك. لا اصل انا مش فاضي غير في اوقات معينة على حسب اوقاتك. لا اصل انا الفترة دي مشغول، على حسب ظروفك هتاخد اقل سرعة. لا طب هنعمل لك ايه يعني؟ يعني نعمل ايه؟ نجيب لكم كاتشب ومايونيز يا جماعه؟ نجيب سندوتش همبرجر اللي هيروح يحفظ؟ ثم يا ابني ده عشانك انت. يعني انا مش باخد على كل واحد بيروح يحفظ مثلا حته جاتوه مثلا، يا ابني ده ليك انت. يعني انا الوقت منفعل وبحرق في نفسي عشانك مش عشاني، عشان مستقبلك انت. ما تضيعش مستقبلك يا ابني، ربنا ما يفتح لكش ابواب الرحمه وانت تتوانى. انا اخي يقول اصل انا، يا عم روح يا عم، ما تخليش الشيطان يلعبك يا عم، انطلق انوي الوقت وانت قاعد، عهد ربنا وانت قاعد، انت ان بكرة هتروح ان شاء الله مسجد الصديق تقدم على التحفيظ. مين يا جماعة من اللي لسه ما قدمش ينوي الوقت انه رايح بكرة يرفع ايديه؟ مين الوقت من اللي لسه ما قدمش ينوي الوقت انه طارق؟ لا لا لا، ما ينفعش الكلام ده. احنا بنتكلم في ايه؟ احنا بنتكلم في 10-20. ما ينفعش يا اخواننا، ارفع ايدك يا هات يا ابن خرزانة.
ارفع، روح يا ابني احفظ نص صفحة في الاسبوع، روح مرة في الاسبوع، انما اوعى تحرم نفسك من هذا العمل. مين يرفع ايده وينوي انه رايح؟ ايوه كبر ناس هترفع ايدها من الركن البعيد الهادي هنا وهنا. مين يرفع ايده وينوي؟ ها شايفك، شايفك وربنا شايفك، ارفع ايدك وقول يا رب ثبتني ويا رب عني ورب. ايوه بدأ ناس ترفع ايديها تاني اهو، ما شاء الله واحد رفع صبعه، مش عارف رفع صبعه ليه، بس يعني هو ايه ان شاء الله باذن الله نيته صدق. ها الركن اللي هنا مش هنستنفع من حد. ايوه ماشي، جزاك الله خير، جزاك الله خيرا. ايوه كده، ربنا يبارك فيك. طبعا اللي رفع ايده ده اتدبس خلاص، اتورط، ده بينه وبين ربنا بقى ما ينفعش ما يروحش. باذن الله سبحانه وتعالى. يبقى دي نقطه التحفيظ النسائي، عايزين اخواتنا يركزوا معانا جدا. التحفيظ النسائي لقينا ان النساء يعني ايه، طبعا النساء يعني ايه دي لقاء شويه مش هيبقوا زي الشباب. الشاب يجي يقول لي لا والله انا عايز تحفيظ جنب بيتي، اقوم عامل فيه ايه؟ ها هقوم جايب شاكوش وضربه على دماغه، روح ياض اطلع ياض، روح جاري المسجد الصديق وتعالى، امال هتجاهد ازاي؟ روح خليه معسكر جهادي، روح وتعالى. انما الستات ما يعني ايه، لازم برضو نتفاهم معاهم شويه، وخصوصا ان هم يعني انتوا عارفين ان عقولهم كبيره جدا يا شباب، وعارفين ان هم عاقلين جدا طبعا، جدا جدا طبعا طبعا، انتوا عارفين ان هم فاحنا لازم نتفاهم معاهم على قد عقليتهم الكبيره وعلى قد عطائهم الكبير للاسلام. فاحنا قلنا هنقسم تحفيظ النساء، اللي يناسبهم الجمعية الشرعية هيحفظوا بإذن الله في الجمعية الشرعية تحت على إيد فريق من الأخوات المجازات فضل ومنة الله، المحفظات فضل ومنة الله، فريق جميل يعني اللهم لك الحمد. يعني وكان في اجتماع إداري مع هذا الفريق هذا الأسبوع، وفضل ومنة الله يعني ناس إن شاء الله أهل لهذه المهمة هيحفظهم. وليهم يعني هذا الفريق فريق شغال في التحفيظ أصلا. وفي مسجد الصديق هيبقى في فريق تاني من المجازات اللي معاهم إجازات، اللي بفضل ومنة الله يعني بفضل ومنة الله في فريق في مسجد الصديق وفي فريق في مسجد الجمعية. اللي يناسبها الصديق ألف سلامة، اللي يناسبها الجمعية ألف سلامة. يبقى ايه؟ هنبدأ الأسبوع ده في مسجد الجمعية الشرعية، هنبدأ الأسبوع ده بإذن الله سبحانه وتعالى. غالبا هيبقى يعني آخر الأسبوع الأربع والخميس هيبقى الاتصال بيهم من أجل المقابلات. يبقى الأخوات اللي سجلوا أسمائهم معانا في الاستمارات هنتصل بيكم الاسبوع ده، للي عايزه تيجي الجمعيه الشرعيه تحفظ فيها. طب مسجد الصديق؟ لا ده المرحله اللي بعد كده، دلوقتي هنبدا دلوقتي بس بمرحله الجمعيه. طب واللي عايزه تحفظ في الصديق يبقى تستنى لحد ما نبدا الاسبوع الجاي باذن الله سبحانه وتعالى في تحفيظ الصديق. يعني احنا بنعمل لكم ما يطلبه المستمعون، يعني بعد كده مش عارفين والله يعني احنا بنفكر دلوقتي في التحفيظ بالهاتف بالتليفون، ان حضرتك تتصل بالتليفون انا عايز اسمع، اتفضل حضرتك سمع. وداخلين ان شاء الله على التحفيظ بالنت، يعني مش عارفين نعمل ايه. جيل ما يعلم الا ربنا، والله والله العظيم جيل ما يعلم الا ربنا. الصحابي كان بيسافر من المدينه لمصر عشان يسمع حديث من عقبه بن عامر الجهني ويرجع من غير ما يقعد ولا يستريح. واحنا قاعدين نقول هنا فريق وهنا فريق، وشويه ان شاء الله باذن الله ونجيب لكم باذن الله يعني ايه، يعني قطع جاتول اللي يجي بإذن الله. فالأخوات اللي عايزين يقدموا في تحفيظ الجمعية الشرعية يسجلوا أسمائهم مع الورش النسائية الليلة بإذن الله. الورش النسائية هو في ورش نسائية، دي بشرة جميلة بإذن الله جدا 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 لأخواتنا. ونرجو من الإخوة اللي معاهم زوجاتهم يخلصوا من زوجاتهم شوية بعد الدرس، يعني ما تستعجلش على انك انت ايه تاخد زوجتك ولا تاخد بنتك ولا تاخد اختك وتمشي، يعني نسيب النساء شوية يا جماعة، لان النهاردة هيبدأ فعليا الورش النسائية. الورش النسائية الاسابيع اللي فاتت كانت في شكل ورشة واحدة، مجموعة واحدة، النهاردة بفضل الله هنبدأ خمس ورش نسائية او اربع ورش نسائية جاهزين بإذن الله سبحانه وتعالى. فالاخوات هيبدأوا ان شاء الله بإذن الله يقعدهم في هذه الورش فور صلاة العشاء بإذن الله، عشان يبدأوا من خلالها يقدموا في التحفيظ، يبدأوا من خلالها نفس فعاليات صحبة الإيمان وأعمال الإيمان اللي في الورش الرجالية اللي فوق تنتقل للورش النسائية، عشان الأخوات يعرفوا هم غاليين علينا قد إيه وإحنا بنهتم بيهم قد إيه. وان شاء الله باذن الله قريبا هنبدا اعمال اجتماعيه للنساء، يعني يمكن يكون اولا ان احنا هنعمل رحله نيليه مركب، هنجيب كل الاخوات وكل البنات ان شاء الله باذن الله نحطهم في مركب باذن الله سبحانه وتعالى.
وقدامنا كذا بديل بقى، يا اما نبلغ عنهم مثلا، يا اما يعني ايه يعني اخ كده من قوات الايه بيسموهم اللي بيعرفوا يغوصوا تحت كده ويفتح لنا في السفينة كده فتحة من تحت كده وايه يعني ونستمتع كده استمتع كده ان احنا ايه ان اخواتنا والله يصعبوا علينا ويوحشونا، بس يعني برضو ايه يعني الجنة احسن من الدنيا برضو، احنا يعني نعمل لهم حاجة ان شاء الله يدخلوا بها الجنة يعني. فان شاء الله بإذن الله في اعمال كتير هتتم ان شاء الله للنساء، المرأة مهمة يا جماعة، وعايزين الشباب يعرفوا ان شاء الله ان المرأة مهمة جدا. انتوا طبعا حاسين المرأة مهمة في المجتمع قد ايه ومؤثرة في المجتمع قد ايه، ربنا يصطفيهم يعني، ربنا يصطفيهم يعني، مش عارف بقى دعاء داعيات في سبيله ولا شهداء في سبيله يعني، ان شاء الله ربنا ايه يكرمهم وخلاص باذن الله. إيه لما يعني اللي رمى موسى في الميه امراه، واللي اخده من الميه وحماه امراه اللي هي امراه فرعون، واللي رجعه لامه امراه اللي هي اخته، لما الرجال عجزوا النساء اشتغلوا. يعني النساء ممكن يشيلوا الدين، النساء ممكن يشيلوا الدعوه، النساء ممكن يغيروا الواقع. عشان كده انا بقول لاخواتنا اللي تحت ان شاء الله باذن الله احنا ناويين على اعمال كتير جدا ليكم، هتبقى من خلال الورش، من خلال الورش عشان تطلع اخوات صنايعية في الالتزام وفي الدعوة باذن الله. في اعمال اجتماعية تتعمل لكم، ولكن العملين اللي احنا بدأنا بيهم المرة دي الورش النسائية المرتبة اللي بفضل ومنة الله ليها منهج من اول الليلة باذن الله، وهيتفرع عن الورش التحفيز النسائي اللي هيبدأ في الجمعية الشرعية هذا الاسبوع باذن الله، وهيبقى الانترفيوهات مع الاخوات هذا الاسبوع باذن الله. نتمنى ان يعني ان كل الاخوات اللي تحت يحرصوا على هذه الورش وعلى هذا التحفيظ باذن الله سبحانه وتعالى. طيب يا اخواني بدأنا هذا الاسبوع بفضل الله دور الكورة بتاع الورش الرجالية بفضل الله سبحانه وتعالى. اللي شاركوا فيه مين من اللي معانا؟ جميل جدا. دور الورش هو اللي شارك فيه فعلا 6 فرق بس من الموجودين، فبدأ دور الـ8 هذا الاسبوع في استاد الجامعة، وكسرة ايدي ديت بسبب دوري الورش الله يغفر لكم ويتوب عليكم. يعني رحت عشان اتابع يعني موضوع دور الورش فشفت الكرة فسخنت، فبعمل دو كرة كده مش عارف بعملها ازاي، المهم لقيت نفسي في الهواء ونازل يعني. بعد كده الحمد لله بقى كل حاجة ايه يعني، فطبعا توبة الى الله، اللي عايز يروح الدوري يروح ربنا يعينه، انا ماليش دعوة بالكلام ده اخوانا. الاسبوع الجاي باذن الله سبحانه وتعالى هيبقى دور الـ4 ومباراة المركز الـ3 والـ4، والمباراة النهائية هتبقى يوم الـ4 الساعة 7 مساء ان شاء الله في ملعب 6 في استاد الجامعة. المباراة النهائية هتبقى يوم الـ4 ان شاء الله الساعة كام؟ الساعة 7 في ملعب 6 في استاد الجامعة باذن الله. لو انتم عايزين تروحوا تشجعوا يعني باذن الله سبحانه وتعالى نحاول ان احنا نصورها كده ونشجع هذا يعني هذه الفرق باذن الله سبحانه وتعالى، يعني زي ما وعدنا ان احنا نعمل اعمال اجتماعية في هذه البداية بتاعتها اللي هي الورش باذن الله. اخوكم واخوانكم بيذكروكم بالصيام ايه؟ صيام ايه؟ 13 و14 و15 يوم ايه؟ 13 يبقى يوم ايه؟ يوم الحد، يعني الحد والاثنين والثلاث. اخوانكم بيذكروكم واخواتكم بيذكروكم بالصيام 13 و14 و15 يوم الحد والاثنين والثلاث باذن الله سبحانه وتعالى. يعني طبعا يا اخواني في الله يعني مسألة الصيام مش محتاجين ان احنا نذكر فيها زيادة، يعني آية واذا سألك عبادي عني فاني قريب جت بعد آية ايه؟ بعد آية الصيام في سورة البقرة. ليه؟ لما الصيام جه هز بالنفس وزكاها بقيت قريب من الله وبقى دعاك مستجاب. فهذا من أبدع مواضع الترابط الموضوعي بين آيات القرآن، إن آية إذا سألك عبادي عني فإني قريب جت بعد آية الصيام في سورة البقرة. يعني عايز تبقى قريب من ربنا، عايز دعائك يستجاب، عايز تتعرف إلى الله، عبادة الصيام من العبادات التي تقرب من الله سبحانه وتعالى. فما ننساش ونذكر الناس كلها بإذن الله سبحانه وتعالى بصيام 13 و14 و15. نبعت رسائل تذكير، اللي يقدر يعمل ورق ويلزقه على المساجد يلزقه في كل مكان، يلزقه في السكاشن في الكليات أو في المحاضرات في الكليات، اللي يقدر يطلع يذكر في ميكروفون
المحاضرة أو السكشن بتاعه في كليته أو في أي مكان أو في المدينة الجامعية، يعلق ورقة في المسجد أو في مدخل المدينة أو 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 اللي تقدر في مدخل المدينة الجامعية. يعني يا إخواني في الله عايزين نشاط بإذن الله في تذكير الناس بالعبادة. يبقى إحنا ذكرنا بعض بيه. التالي أول حاجة دوري الكورة بدأ بفضله منة الله، والنهائي يوم الأربعاء الجاي الساعة 7 في استاد الجامعة. لو الناس تحضر بقى وتبدأ تشجع ونعمل جو جميل اجتماعي كده ونتعرف على بعض في جو اجتماعي، هتبقى حاجة في غاية الجمال بإذن الله. الورش الشبابية طبعا يعني ان شاء الله بإذن الله بعد الدرس على طول هتبدأ الورش الشبابية ان شاء الله بإذن الله. الورش النسائية هتبدأ النهاردة بنفس الصورة بتاعت الشباب. التحفيز النسائي هيبدأ النهاردة اعادة تسجيل الاسماء تاني، او اللي ما كانتش سجلت اسماء قبل كده تسجل تاني عشان الترفيهات الاسبوع ده ان شاء الله بإذن الله. التحفيز الشبابي بنذكركم بيها شباب 13 و14 و15، ربنا يسددكم، ربنا ينفع بيكم، ربنا يحفظكم، ربنا يبارك فيكم. الاجتماع ده والله يا اخواني يعني اغلى مما تتخيلوا، يعني على قلب الواحد واظن على قلبكم. مين الاجتماع ده غالي على قلبه يا شباب؟ الله الله اكبر. لا 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 لا، عايزين صورة يا عم، مفيش حد يجي يصور لنا المنظر ده. مش هتيجي تصورهم؟ هنفتنهم يا باشمهندس. طب تعالى صورهم ماشي، مش مشكلة. بصوا يا شباب، اما اقول لكم الاجتماع ده غالي عند مين تعملوا ايه؟ ايديكم الاثنين كده اهو. الله اكبر والله. يعني بجد والله يا اخواني، يعني انتوا حاسين باللي احنا حاسين بيه؟ احنا يا جماعه ما بننامش عشانكم، يعني انا بكلمكم بصدق، يعني احنا فعلا ما بننامش عشانكم. انتوا ممكن دلوقتي تلاقوا مثلا التحفيظ، انتوا مش عارفين ان التحفيظ ده في ناس ما بتنامش عشان، في ناس ما بتنامش عشان الورش دي، في ناس ما بتنامش عشان النساء يترتب لها اعمال ايمانيه ويتصاحبوا على بعض، في ناس ما بتنامش عشان الدوري ده هو، عشان انت تتبسط، عشان انت تلاقي بيئه اجتماعيه، عشان انت تدخل جوه الدين ما تحتاجش انك تروح تعصي ربنا مع ناس بيعصوا ربنا عشان ترفع عن نفسك. انا عايز اقول لكم، مش بقول لكم الكلام ده عشان تقولوا شكرا، انا بقول لكم الكلام ده عشان تعرفوا احنا بنحبكم قد ايه، عشان تعرفوا انتوا غاليين قد ايه، عشان تعرفوا احنا جوه قلوبنا امل فيكم قد ايه. يا اخواننا احنا مش عايزين نخسركم، انا نفسي ما اخسركوش، انا نفسي المنظومه البشعه بتاعه كل 6 شهور الواحد يبدا درس عام، والدرس يبقى فيه شباب وفي بنات وفي اخوه وفي اخوات، وبعد 6 شهور ولا واحد من دول عدت تشوفه تاني، تبدا درس تاني في مكان تاني مع ناس تانيين. انا نفسي ما نخسرش بعض المره دي يا جماعه، انا نفسي المره دي نفضل مع بعض. انا يعني الواحد باذن الله سبحانه وتعالى بيقاتل، وايدي هي يعني اكبر دليل انا مقاتل، يعني الواحد بيقاتل المره دي باذن الله سبحانه وتعالى ان المره دي ما نخسرش ولا واحد فينا، ولا واحد يقع، ولا واحد يقع باذن الله سبحانه وتعالى. جميع اعمال بيئه الايمان وبيئه الاجتماعيه وبيئه الحب اللي تخلينا عايشين مع بعض كاننا في الجنه، جميع هذه الاعمال زي ما شاب جه كده وقعد وسطنا، كنا عاملين حفله فنيه مع بعض كده، قاعدين واحد يغني واحد يعمل سكتش، واحد عملنا مصارعه، يعني كان احد المحفظين كده لعبت معاه مصارعه وصرعته بفضل الله، يعني جبته لابس كتاف يعني، ايوه الحمد لله، قلت له طب بص راسك جايب راسه وبتنيمه على الارض على طول يعني. واحد جه قعد معانا كان من المحفظين برضه، قال ايه ده، انا حاسس ان انا في الجنه، انا حاسس ان انا قاعد في الجنه. فانا عايز يا اخواننا نحس ان احنا في الجنه، عايزين نبقى سعداء بالدين، ما عدناش عايزين الدين يبقى المنظر الصعب اللي الشباب يقول لك انا حاسس ان لو التزمت ادخل في حياه خنيئه. لا، اللي احنا بنعمله ده عشان الشاب بره يبص ويقول يا ريتني معاكم، يا ريت حد بس يشاور بصبعه كده ويقول خدوني معاكم وانا هاجي جري. عشان كده انا نفسي ان احنا كلنا نبقى شركاء في بناء بيئه الايمان، نفسي ان احنا كلنا نبقى شركاء. انا عايزك تعيش الرساله دي معايا، انا عايز الرساله دي ما تبقاش رساله فريق اداري الدرس وناس يعني بتسمع وبتتلقى، انا عايزك تعيش رساله ان احنا بنبني بيئه ايمان، بنبني مشروع لو اتعمل كل الشباب والبنات اللي بره هيجوا وهم هيموتوا من الفرحه ان هم داخلين وسطنا. نعمل اعمال اجتماعيه واعمال ايمانيه واعمال تعبديه واعمال علميه واعمال دعويه وتحفيظ قران وحاجات كتير جدا يا اخواننا باذن الله. وكل شويه بنطور باذن الله وبنجيب مشاريع جديده، الحاجات دي مش هتكبر غير بيكم انتم، ومش هتكبر غير بجديتكم انتم وبشراكتكم انتم، وانك انت كل مره تيجي مجرجر في ايديك 2 3 او مجرجر في ايديك 1 حتى. ليه؟ لانك حاسس بالانتماء لمشروع بيئه الايمان. مين منتمي لمشروع بيت الايمان يا رجاله؟ مين حاسس ان هو الوقت صاحب رساله وان الموضوع
نوجب معهم لف الكاميرا كده عليهم يا باشمهندس كده ان ايه مين حاسس بالانتماء لهذا المشروع؟ والله يا اخواني لو تعلموا احنا بنحبكم قد ايه، يعني والعواطف اللي بتتفجر في قلوبنا تجاهكم قد ايه، يعني يعني كلنا هنبكي من الفرحة ان ربنا رزقنا الصحبة دي وان ربنا بيرزقنا الجنة دي واحنا في الدنيا. انا بسافر في خطب الجمعة في البلاد، لا تتصوروا الاخوة معذبين قد ايه، والله العظيم لا تتصوروا الناس اللي عايزين يلتزموا معذبين في البلاد قد ايه، مش لاقين حاجة، مش لاقين حاجة. احنا ربنا فتحها علينا من واسع. مين بيحب الدرس ده في مين بيحب الصحبة اللي حواليه في الله؟ ايه ارفع ايدك ياض تفضحوناش. مين فرحان يا رجالة؟ المنظر بتاع رفع الايدين ده والله بالدنيا واللي فيها، ربنا يحفظكم، ربنا ينفع بيكم، ربنا يبارك فيكم، ربنا يجوزكم. امين يا رب، كلكم تتجوزوا يا رب، اخوة واخوات يا رب، وكل اخت بقى تجيب جوزها بعد كده ما عادتش تيجي سنجل يا عيني غلبانة كده، وكل اخ يجيب مراته ما عادش يجي غلبان وحيد كده. ونجيب عيالنا والبيئة الايمان تكبر واحنا فيها، وكل واحد يضيف مراته ويضيف عياله، ونبقى مجتمع يا جماعة، وندي للعالم كله صورة ان الدين حياة، الدين مش درس، الدين مش ساعة في الاسبوع، الدين 168 ساعة في الاسبوع، الدين ده ليل نهار، الدين ده متعة الليل والنهار في الحياة. استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم يمتعكم. اخونا اللي عمل مواعيد الدروس العلمية ومواعيد الدروس الشبابية ربنا يبارك فيه وربنا يحفظه، فكرة جميلة جدا، اخ من اخواننا وحبايبنا يعني. لا تنسونا من صالح دعائكم، لن ننساك من صالح دعائنا ان شاء الله عم الشيخ، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. أسأل الله العظيم، اللهم أدم صحبتنا على طاعتك، اللهم أدم أخوتنا على ابتغاء مرضاتك، اللهم يا ربنا احفظنا من شياطين الإنس والجان، اللهم احفظ إخواننا واحفظ أخواتنا، اللهم زوج شبابنا وزوج فتياتنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم لا تستبدلنا، اللهم املأ قلوبنا بالحب فيك يا رب، اللهم أدم نعمة الأخوة وفيك يا رب علينا، اللهم لا تحرمنا من صحبة بعضنا على طاعتك وابتغاء مرضاتك، اللهم فتحك، اللهم مددك، اللهم نصرك، اللهم رضاك، اللهم يا ربنا إن اجتمعنا الليلة على ابتغاء مرضاتك، أنت تعلم نوايانا، أنت تعلم ما نريد، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم لا تخرجنا الليلة إلا وقد غفرت لنا يا رب، اللهم لا تخرجنا الليلة من بيتك هذا إلا وقد كتبت لنا الثبات على دينك يا رب، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا يا رب، اللهم أكرمنا ولا تهنا يا رب، اللهم افتح علينا، اللهم افتح علينا، اللهم افتح علينا، اللهم انصرنا، اللهم أمدنا بمدد من عندك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.